مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتكلم فيه عن برمجات بوت خاص ببروتوكول IRC. بروتوكول IRC، فبروتوكول IRC فهو من أقدم البروتوكولات الخاصة بالشات أو الدردشة، فيقوم بتوزيع مساج على كل المستخدمين، وهو من أقدم بروتوكولات الدردشة بين مستعملي الحاسوب والمبرمجين. من الكلاينت هناك IRC، هناك XIRC، وهو كلاينت خاص بمنصة لينكس، وهناك أيضا نسخة خاصة بنظام ويندوز إذا كنتم من مستخدمي ويندوز. الآن فإني أدخل على الشانيل أو القناة الخاصة بمنصة نوت.js. كما تلاحظون فالقناة تعج بالرسائل. الهدف من هذا الشرح هو برمجة بوت يقوم باستقبال هذه الرسائل وتخزينها داخل قاعدة بيانات الغوديس، لأننا لا نستطيع قراءة الرسائل، كل الرسائل معظم الأحيان، فلا بد من تخزينها إذا كانت مهمة. بالنسبة لكم للقيام بهذا الأمر، وجب تنصيب موديل المسمى بالIRC. تقومون ب npm install IRC داخل المجلد الذي سيحتوي على كود التطبيق. لما لا نقوم ب الدخول إلى مقال ويكيبيديا الخاص ببروتوكول IRC. سيأخذ بعض الوقت لأن الصبيب عندي ضعيف كما قلت لكم في الدروس السابقة. يقولون أنه بروتوكول للاتصال عن طريق إرسال النصوص باستخدام الإنترنت، وهو لحظي، أي عندما يكتب أحد المستخدمين مساج فإن الكل يستقبل ذلك المساج في نفس اللحظة. هناك العديد من خوادم IRC. هنا يعطونا لائحة مثلا الدلنت والفرينوت، وكل سيرفر IRC يتوفر على العديد من القنوات، حيث أن كل قناة تناقش موضوعا معينا. تستطيعون خلق القناة الخاصة بكم مثلا على فرينود وتسجيلها وربطها بالنيكنيم. هنا تقومون بتحميل الموديل كود سورس هكذا. نحن في الكود الخاص بالدرس 21، حيث أن كودات الدروس ليست هي نفس الكودات على الكود سورس الخاص بذلك الدرس، نظرا لأن هناك دروس لا تحتوي على أكواد البرمجة. كما قلنا الدرس 21 المسمى بالIRC بوت .js. لربح الوقت سأقوم فقط بكوبي كولي والتغيير. تقومون بوضع بتحميل مكتبة IRC وخلق الكلاينت. هنا السيرفر الذي سنستخدمه وهو freenode.net، والنيكنيم فهي مفاجر واحد، والشانيل التي نريد الولوج إليها فهي Node.js. هنا فكلاينت فهي من نوع Event Emitter وترسل لنا المعلومات عند توصلها بمساج معين، مثلا المساج فهو خاص بالمساجات الفرضية، والمساج شانل
فهو ما تلاحظون هنا، أي الرسائل المرسلة إلى القناة. وعندما ترسل رسالة إلى القناة، فإن الخادم يقوم بتوزيع تلك الرسالة على كل المستخدمين بتلك القناة. هكذا، هذا ما يهمنا نحن، وهو ميساج يور شانيل. ويور شانيل فهي نود بوان جاز، يقول لي فروم. سأقوم بشيء، أكثر تنظيم، وهو خلق يغسي ميساج، وهو عبارة عن أوبجي. نقوم بخلق لادات نيو ديت، و فروم فهو فروم، و الميساج فهو الميساج، ومن ثم طبعه. الآن سنقوم بتجربة هذا الكود الصغير، ومن ثم وضع تلك الرسائل داخل قاعدة بيانات الغوديس. نوت الدرس 21، هنا سنلاحظ دخول مستخدم جديد المسمى ب ام افاجر 1، حيث اني اتوفر على مستخدمان، الاول مفاجر مفتوح من كلاينت الاكس تشات، والثاني فهو بوت، وهو التطبيق الذي قمنا بكتابته باستخدام نود جاز. كما تلاحظون، فعندما يكتب احدهم الى القناه، فاني استقبل هاته المساجات، اضع الحقول داخل جيسون معين. في هذه المرحله فالبوت يشتغل. نقوم بالخروج ونضيف منطق التخزين داخل قاعدة بيانات ريجيس require ريجيس var ريجيس client ريجيس create client، والمفتاح الذي سنقوم بتخزين المعلومات داخله وهو IRC Node.js message. هكذا نقوم ب Redis client البوش، أي أننا نضع الأوبجي المحتوي على الرسائل داخل لائحة Redis key. نقوم بتحويل الجيسون إلى تكست، ومن ثم تفقد الأخطاء. في حالة الأخطاء نطبع الأخطاء، في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع المساج داخل الاستد اوت للترمينال. هكذا كونسول جير ايرور. قد نستطيع إضافة شيء آخر، وهو API web تستخلص تلك الرسائل. لهذا الأمر سنقوم بتحميل ريستيفي، منصة ريستيفي require ريستيفي هكذا، ونقوم ب var server ريستيفي create server، وخلق API مثلا IRC API JSON request response و next، ومن ثم فتح port و address IP لهذا التطبيق. داخل منطق
هذه الابي نقوم باستخلاص المعلومات واظهارها ريجيس باستخدام ريجيس كلاينت الرانج ريجيس كي. اننا نستخلص كل المعلومات الرانج الرانج ريز وهي الريزولتا. في هذا المثال قمنا بتحويل بروتوكول الاي ار سي الى 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 ابي ويب. تستطيعون ايضا مثلا اضافه سيرفر بوست لارسال المعلومات الى خادم الاي ار سي عن طريق ابي ويب. هنا ستيتوس اي اننا استخلصنا كل المعلومات بنجاح. اظن ان هذا جيسون سيشتغل وسنقوم بتجربته لمعرفة هذا الامر. هنا داخل الاكستشات سنلاحظ دخول مستخدم جديد المسمى ب ام افادير 1 هكذا، ومن ثم سيستقبل الرسائل الجديدة المرسلة إلى هذه القناة. وجب الانتظار قليلا لأن في هذه نلاحظ أن هناك صمت تام في هذه القناة مؤقتا. سأقوم بتجربة الأبي وهي يغسي أبي جيسون هذا لأني لا أريد إعادة تحميل السيرفر هكذا. نلاحظ أن لائحة الرسائل فهي فارغة لأننا لم نستقبل بعد أي رسائل على ليغسي. مثلا سأقوم بكتابة شيء على هذه القناة، مثلا نوت جاز، هناك أحد النسخ التي قاموا بتبديلها، مثلا نستطيع مثلا فقط كتابة مثلا نوت جاز is the best هكذا، ونلاحظ أن الخادم قد استقبل الرسالة والأبي الآن ستحتوي على رسالة واحدة كما تلاحظون. تظهر لنا بهذا الشكل لأننا قمنا بوضع جيسون تكست داخل أوبجي ومن ثم تحويل الكل إلى جيسون. لذا فإن جيسون يظهر بهذا الشكل وهو غير صحيح. لتصحيح هذه الأشياء مثلا تستطيع القيام ب كما تلاحظون فإن هذا الشخص قد أعجبته الفكرة وسيتم إضافة يتم إضافة الرسالة التي أرسلها هذا الشخص إلى لائحة الرسائل كما تلاحظون فهو يشتغل. وجب فقط تصحيح مشكل الرانجريز. تقومون بخلق رسالة فارغة ومن ثم تقومون بفور فار اي رانجريز var message object تقوم بجيسون بارس للرانجريس دو اي و
وضعها داخل اللائحة مساج أوبجي هكذا، وفي النهاية تضعون اللائحة داخل داخل الأوبجي. الآن الأمور فهي لا بأس بها. ستكون أوضح إذا استخدمنا REST Client. وهذه هي الرسائل التي تم تخزينها بRedis انطلاقا من رسائل الإيغسي. لا أقوم بتسجيل الأحداث الخاصة بدخول وخروج المستخدمين لأنها غير مهمة، فما يهمنا فهو الرسائل. تستطيعون مثلا أخذ هذه الرسائل وإرسالها عبر الإيميل. لذا وجب تحميل الموديول الخاص بالإيميل وتمرير المعطيات اللازمة، ومن ثم تمرير مساج إيغسي إلى دالة إرسال الإيميلات، ومن ثم تكونون قد قمتم ببرمجة التطبيق، وهو عبارة عن جسر بين بروتوكول إيغسي وبروتوكول SMTP الخاص بالSMS. أما هنا فقد قمت فقط بتسجيل رسائل الإيغسي داخل Redis واستخراج الكل باستخدام API للـ HTTP. كما قلت هنا نستطيع القيام بسيرفر بوست مثلا ERC، وهنا بارس بودي سند مساج تو ERC شانل، وأترك لكم فرصة القيام بهذا الشيء لإغناء هذا المثال. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص ببرمجة بوت أو روبو يقوم بتسجيل معطيات أو رسائل الإيغسي داخل قاعدة بيانات Redis، ومن ثم استخلاص هذه المعطيات عن طريق API. وشكراً.